يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: امرأة كانت حاملا في الشهر الثالث ومات الجنين في بطنها، فهل الدم الذي ينزل معها بعد نزول الجنين دم نفاس أم هو أم ما هو؟ الشهر الثالث يعني مكملة من الثالث. الشهر الثالث. المهم إذا تملوا 80 يوم ودخلت في الشهر في الأسبوع أو في دخلت في الأربعين الثالثة يعني 81 يوم، فما يأتيها من الدم بعد ذلك فهو نفاس. أما إذا نقص عن 81 فإنه لا يزال في دور العلقة فلا يكون نفاسا وإنما يكون نزيفا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل فقد في حال يعني في دور المضغة. نعم.